السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده موقع تقدر تعمل بيه أي موقع بدون ما تكتب أي كود خالص. أول ما بتبدأ بيقول لك اختار التمبليت اللي أنت عايزه، ماشي؟ ممكن مثلا سي ار ام أو كلاينت بروجكت بورتال أو ريكوست تراكر، كاستمر بورتال، ديل تراكر، أي حاجة من الحاجات ديت، تمام؟ وليكن مثلا اختار دوت، بيقول لي اختار واحد من التمبليت دول، مثلا اخترنا دوت. بتعمل جاهز، وكل اللي عليك بقى ان انت بس ايه تعمل شوية تخصيص للشغل بتاعك، تقدر تشوفه هذا شكله عامل ازاي، تمام؟ طيب ممكن اقول له ايه يوز تمبليت، تقدر تعمل كاستمايز للشغل بتاعك. دي الجدول نيم وديسكريبشن واندستري وادريس، وتقدر طبعا تحط ملف اكسل مثلا تاخد الداتا منه. تقدر تعمل اديت للاي اوت، تزود زي ما انت عايز. لو انت في اي خدمات عايز تضيفها تقدر تعمل كريت فيلد جديد، هنا تقدر تزود فلتر لو انت حابب تزود فلتر، هنا ممكن تشوف اليوزر لو انت حابب ان انت تضيف ناس، مجرد بس تكتب الايميل بتاعهم. ممكن تعمل بريفيو لما حد يدخل الموقع هيشوفه ازاي، اسم الشركة والموقع بتاعها والتايب بتاعها ولاست كونتاكت امتى وهكذا. ده كيوزر ممكن تشوف تزود ايه تاني، ممكن تزود ابس جديد، ممكن من تمبريت للتراكر. كل الحاجات دي بتعملها بدون برمجة خالص. بالشكل دوت تقدر نفس الكلام تقدر تعمل التعديلات اللي انت عايزها. تقدر تدخل على السيتنج وتشوف قاعدة البيانات، يا اما اكسل يا اما تربطها بالموقع اير تيبل، ممكن تقفل او تفتح اي حاجة انت عايزها. ممكن تخش على التيبل تعدل فيه لو انت حابب.